السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة يلدزلي أكشبات، في مجمع فلل، عدد كثير من الفلل موجودة في المجمع ذا. الفلل زي ما انتم شايفين عبارة عن فلتين متلاصقين في بعض، تعتبر الفلل هذه دوبلكس، يعني اللي على اليمين لحال واللي على اليسار لحال. لكل فلة زي ما انتم شايفين عندنا جراج خاص لكل فلة، بالإضافة إلى الحديقة التابعة لها، حديقة كبيرة مساحتها تقريبا نقدر نقول من 60 إلى 70 متر مربع، حديقة تابعة لها أو 100 متر تقريبا. المنطقة الأمامية والمنطقة الجانبية الخلفية هذه كلها حديقة تابعة لها. هذه المنطقة الخلفية من جهة الجراج، تعالوا نشوف المنطقة الأمامية بالإضافة إلى تفاصيل كاملة الفلة. حاليا احنا في المنطقة الأمامية للفلة، هذه الحديقة الأمامية زي ما قلت لكم اللي هي تقريبا 100 متر مربع مساحة الحديقة الخلفية والجانبية. المدخل الأمامي للفلة من هنا راح يكون فلة جميلة جدا ذات تصميم راقي. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الفلة. عندنا هنا البلكونة التابعة للفلة، هذا الدور الأرضي اللي هو مدخل الفلة. مدخل الفلة راح يكون من هنا زي ما احنا شايفين. المدخل بجوار المدخل على طول عندنا دورة مياه أولى. دورة المياه هذه راح يخدم الدور الأرضي مع الصالة. عندنا على اليمين دواليب خاصة بالأحذية والعبايات. عندنا الصالة زي ما انتم شايفين، صالة كبيرة تقريبا نقول 50 متر مربع. صالة جميلة وراقية ما شاء الله تبارك الله، بورق جدران فاخر وديكورات فخمة جدا ما شاء الله تبارك الله. والمطبخ أيضا مطبخ مفتوح بنظام أمريكي على الصالة، مجهزة بالأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى بلكونة. البلكونة هذه زي ما احنا شايفين إطلالتها على البحر، بلكونة واسعة وشرحة، وموجود فيها أيضا مكان للباربيكيو. إطلالة البحر من البلكونة التابعة للصالة، يعني حاجة رائعة جدا. هذا زي ما قلنا الدور الأرضي. الدور الأرضي زي ما قلنا الصالة بمطبخ بدورة مياه. تعالوا مع بعض نشوف الدور الثاني. وصلنا الدور الثاني. الدور الثاني نجي هنا على اليمين دورة مياه. الدورة هذه دورة المياه تخدم الدور هذا اللي فيها ثلاث غرف نوم، وأيضا لها بلكونة صغيرة إطلالتها من الخلف. الفلة كلها موجود فيها تدفئة مركزية عن طريق الفحم. نجي هنا على الغرفة الأولى، هذه الغرفة الأولى ما شاء الله تبارك الله، ورق جدران فاخر وديكورات فخمة وجميلة. والغرفة هذه لها بلكونة رائعة جدا بإطلالة مميزة على البحر. منطقة يلدزلي معروفة جدا بالمطاعم السياحية العالمية زي مطعم أكبينار، وبالإضافة إلى إطلالة مطعم أكبينار مطلع على بحيرة سيراغول. ومنطقة يلدزلي أيضا يوصل فيها المواصلات والسوبر ماركت الموجودة حوالين المجمع. عندنا الغرفة الثانية، هذه الغرفة الثانية جميلة جدا وديكورات فخمة ورائعة، وأيضا إطلالتها على البحر. نجي هنا على الغرفة الثالثة، أيضا الغرفة الثالثة إطلالتها على البحر، شيء ولا أروع. يعني إجمالا نقول الدور الثاني فيها ثلاث غرف نوم بالإضافة إلى دورة مياه وبلكونتين.
نطلع على الدور الثالث. وصلنا الدور الثالث، الدور الثالث ايضا له دورة مياه يخدم الدور الثالث، دورة مياه صغيرة وحلوة. بالإضافة إلى صالة كبيرة نقدر نستخدم الصالة هذا نحط فيها طقم، بس هم حاطين في هذا حاليا كرسيين واستيريو، ومطبخ مفتوح على الصالة، مطبخ صغير يعني نقدر نستخدم الدور هذا كغرفة نوم مثلا أو كمكان للشوي أو للاستقبال. الدور الثالث أيضا لها تراس كبير ورائع، شوفوا الإطلالة واستمتعوا فيها، إطلالة حلوة ورائعة وجميلة. وأيضا الدور هذا أو البلكونة هذه لها باربيكيو، أيضا لها باربيكيو نقدر نستخدمها للشوي وللحفلات وللجمعات العائلية أو الأصحاب. زي ما قلت لكم منطقة مخدومة بكل الخدمات، وهذه الإطلالة الرائعة إطلالة الدور الثالث. منطقة أكشباط منطقة راقية ومخدومة بكل الخدمات زي ما قلنا سابقا، وحاجة حلوة جدا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.